السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل العمان. هذه المساعدة الكراسية من أجل العرج التي أخرجت من إخواننا المتبرعين من عمان تحت رعاية الناصر بن عبد الله. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم. كما ترون هؤلاء العرج التي جلسوا تحت الكراسي يشكركم على مساعدتكم الذي خرجتم عليهم. ولا هم يقولون لا عندنا الإجازة، إلا نسأل الله أن يسهلكم أعمالكم. يا الأخي ناصر، نحن نشكركم ونحن فرحون على مساعدتكم، ونسأل إلى الله كيلي أن يسهلكم أعمالكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا، جزاكم الله الخير، وبعد الخير جنة النعيم. الحمد لله رب العالمين، ما عندنا زيادة إلا نشكر لكم، ونحن فرحون فرحون فرحة جدا، نحن مسرورون. أن لا يمكن علينا على أن نستمر بالكلام إلا نشكركم على مساعدتكم. شكرا لكم.